الرياضة تساعدك في بناء قواك واكتشاف الكثير من مواهبك وقدراتك التي كنت تجهل وجودها لديك. حديثنا اليوم عن شخصية أخرى من شخصيات برنامج شخصيات ملهمة. نحن أمام أعظم لاعب في تاريخ كرة السلة العالمية خلال حقبتي ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. دعونا نسلط الضوء على شخصية مايكل جوردن الملهمة. من بين ملايين الكتب وبقرطاس معه قلمي نقرأ نرقى نسمو نعلى وننير حضارات الأمم وبعز المجد كتبناه ولأجيال سطرناه كنتم أمة خير الأمة وستبقى يحفظها الله. ولد مايكل جوردن عام 1963 ببروكلين في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتقل مع أسرته إلى كارولينا الشمالية. درس مايكل جوردن مرحلة الثانوية وأصبح خلالها نجما في ثلاث رياضات، في كرة القدم الأمريكية والبيسبول وكرة السلة، لكنه ركز في آخر سنة له في الثانوية على كرة السلة. تحديد الوجهة والتركيز على نقطة القوة. حصل مايكل جوردن على منحة دراسية بسبب تفوقه في تلك اللعبة بجامعة كارولينيا الشمالية، حيث تخصص في الجغرافيا. فاز مايكل جوردن عام 1982 بلقب دور الجامعات في أمريكا، وتم اختياره كأفضل لاعب في دور الجامعات عام 1984. وفي السنة نفسها ترك مايكل جوردن الجامعة وانضم لفريق شيكاغو بولز للعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة، ثم عاد إلى جامعة كارولينيا الشمالية سنة 1986 للحصول على شهادة التخرج. لعب جوردن 13 موسما مع نادي شيكاغو بولز، وموسمين مع نادي واشنطن، وفاز في 6 بطولات للدوري الأمريكي، وتوج بعدة ألقاب شخصية، حيث فاز بلقب الهداف 10 مرات، وأصبح أغلى لاعب في الدوري 5 مرات، واختير ضمن فريق الدوري الأمريكي 10 مرات أيضا. تميز جوردن بطوله 1.98 مترا وبمهاراته الفردية. اعتزل مايكل جوردن كرة السلة مرتين، كانت المرة الثانية والأخيرة سنة 1999. توج مايكل جوردن بعدة ألقاب، أهمها أفضل رياضي في القرن العشرين بأمريكا الشمالية، وكأفضل لاعب كرة السلة في تسعينيات القرن العشرين، وصنف على أنه أول ملياردير في تاريخ لاعبي الدوري الأمريكي لكرة السلة. أصدر مايكل جوردن عام 1998 كتابا حول سيرته الذاتية بعنوان من أجل حب اللعبة. حبه لهذه اللعبة مكنه من فرض ذاته. العب دائما من أجل الفوز، سواء كان هذا خلال التدريب أو المباراة الحقيقية. هي شخصية ملهمة حقا، سعدنا بتقديمها لكم ضمن برنامج شخصيات ملهمة، على أمل أن نلتقي بحضراتكم مع شخصية أخرى. إلى ذلكم الحين، على عبيد يحييكم في أمان الله.